هنرجع مرة تانية لزميلتنا دينا شرف، المرة دي هنعرف منها موجز الأخبار الفنية. قولي لنا بقى يا دينا. فعلا يا بسان، دلوقتي جه ميعادنا في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. لقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. الشبوات صغيره يا ياسين، بينك وبينه ايه؟ لا يا جميله ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بادب. سيبياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئه هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيله السنينه من عيله غلبانه ومقصوره لعيله ليها مخالب واسنان. الرجاله دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجه في المقام ده. المره الجايه لو كيفك جابك انك تتعنطر تتعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما دازها جدعها. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. يا بيت فين اللي بتخلي معاه؟ ايه؟ موسم البطل ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحفة تساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة. اهو مدينة الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ هنبدا معاكم نشرتنا الفنيه مع مسلسل حرب بطوله احمد السقا ومحمد فراج اللي دخل قائمه الاكثر مشاهده على واتشات، ودي منصه طبعا تابعه للمتحده. ده بعد عرض اولى حلقاته. العمل بيشارك في بطولته ساره الشامي ومصطفى منصور واحمد زنجرلي وكمان عماد الطيب محمد يوسف اوزو، وهو اخراج احمد نادر جلال. ايه اللي يضمن لي كلمتي؟ اوعدك لو مشينا من هنا مفيش حاجة هتنفجر ويبقى لا ضرر ولا ضرار. إيه ذنبهم الغلابة والعيانين يموتوا منفجرين هنا؟ ترضاها؟ والنبي يا ابني، والنبي يا ابني سيبهم، والنبي إحنا غلابة يا ابني، والنبي. أنا مش خايف منك ياض، أنا بس خايف على الغلابة اللي ملهمش ذنب. الفنانة وفاء عامر أكدت على اعتزازها بالمشاركة في مسلسل حضرة العمدة، وقالت إن شخصية شلباية اللي بتجسدها في المسلسل بتعتبر شخصية كاملة نظراً إن دورها بيسلط الضوء على قضايا متعددة. كمان قالت إن حضرة العمدة مسلسل بيتوقع له إنه هيعيش لفترات طويلة حتى بعد انتهاء شهر رمضان. النجمة عبير صبري أكدت إنها بتواصل تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل جميلة بالتزامن مع عرضه خلال شهر رمضان المبارك، وقالت كمان فاضل لي بكرة وهخلص تصوير المسلسل. أنا سعيدة بردود الأفعال عن دوري في العمل، حبيت شخصية نرمين عبد الحميد اللي بيجسدها في أحداث المسلسل بسبب وجود تفاصيل كتير في الشخصية وتحولات درامية ما بين الخير والشر، وده اللي بيخلي أي ممثل بيخرج أفضل ما عنده للوصول لأقرب أداء للشخصية. الفنانة مها نصار قالت إن دورها في مسلسل تحت الوصاية بيجسد شخصية الأخت الداعمة لحق أختها حنان وبتدافع عنه طول الوقت. مها قالت كمان إن مشاهدها مع الفنانة منى زكي لما بتودعها عند القطر كشف مدى تصديق الشخصية لأختها، وكمان إن دورها في المسلسل بيمثل الشخص الداعم لشخص بيحبه وبيصدقه ومقتنع بقضيته. ما بتفكريش ترجعي؟ لا طبعا. انت عارفه ان انا اكتر واحده معاكي، بس العيشه اللي انت عايشاها انت والولاد دي مش عيشه. احسن من اللي كنت فيها سنان، على الاقل انا ولادي حرة نفسي مش تحت رحمه بقى الحاج عطيه وصالح. وهتعيشي طول عمرك هربانه؟ ده انت شويه وهيبقى لك حكم. لا. ومن ناحية تانية الفنان دياب قال إن الفنانة منى زكي هي أصدق ممثلة شاهدة في حياته، وده لأنها بتتميز بطاقة إبداعية وفنية لا يمكن التعبير عنها بالكلام، فهي على المستوى الإنساني والمستوى الشخصي شخصية رائعة. دياب قال كمان عن منى زكي ربنا يحميها ويحفظها لأن ما عندناش غير منى زكي واحدة بس. اسلام خيري مخرج مسلسل جت سليمه اكد ان فوازير صناعه مكلفه وصعبه ومحتاجه توفير وقت وفلوس، وان القلق الدائم عند صناع النوعيه دي من مسلسلات الفوازير زي مسلسل جت سليمه
هو الخوف من المقارنات مع تجارب شريهان ونيلي وسمير غانم واللي قدموه من تاريخ كبير في نوعية الفوازير. إسلام أكد كمان أن النوع ده من المسلسلات زي جات سليمة بيحتاج لعدد ساعات طويلة في تجهيز الملابس وتحضير المشاهد ومكلف جدا، وأن حدودة المسلسل كان فيها الحس الكوميدي وملائم لما تم تقديمه في العمل. النجمة يسرى قالت: كنت حاسة أننا مقصرين في حق الكوميديا، وإحنا الشعب بيحب الضحك والفرفشة والهزار والابتسامة. وكمان بتقول أن الابتسامة بتطول عمر الإنسان. ووضحت يسرى أن الضحك أصعب من التراجيدي كتير، والضحك كمان بيجدد الخلايا وبيخلق إحساس مختلف غير الدراما. وعن كواليس العالم أكدت النجمة يسرى أننا وقفنا التصوير كتير بسبب الضحك، وشيماء سيف ومحمد ثروت موتوني من الضحك، وإيمان السيد وكل فريق العمل ضحكني وكنت محظوظة بيهم. وبكده خلصت نشرتنا الفنية. هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.